لكن ده اللي بيقوله دلوقتي دايما السيد الرئيس لما بيقول احنا ما بنمتلكش غير الفكره. صحيح، انا عندي فكره، فكره مقاتل هو عارف هيبدع امتى ويقدر يطلع من المعده اللي معاه الضعيفه امكانيات رهيبه. صحيح. علشان يستخدم عقله. بالظبط كده، بالظبط. على فكره دي طبيعه المصريين، ودي حبوا يكسروها فينا. الشعب المصري عنده القدره العاليه جدا على ايجاد حلول غير تقليديه لاي مشكله. صحيح، دي طبيعتنا كمصريين مدنيين وعسكريين. لما تترجمها بصورة محترفة في إطار من العلم والإصرار اللي حضرتك قلت عليه، ده بيدي أعلى أداء. خلي بالك، الهزيمة تبدأ من الانكسار الداخلي. طبعا صحيح، حرب نفسية أكسرك، وأكسر إن أنت ما تقدرش تطلع الأفكار اللي عندك. هو في حد ممكن يبقى منكسر ويقدر يطلع إبداع؟ استحالة خالص. التوتر اللي بيشتغلوا بيه علينا بيه باستمرار والعمليات النفسية بيشتغلوا عشان يعمل توتر عالي داخل المجتمع. التوتر أكتر حاجة يستهدفها قتل الإبداع. مفيش واحد أبدا يبقى متوتر ويطلع إبداع، وده المطلوب بالنسبة للعدو. فدي أنا برضو حوريك حاجة تانية كمان، في طائرة 108 هليكوبتر مصري أسقطت الطائرة فانتوم. يعني لو نشوف كده الهليكوبتر 108 على الشاشة، تخيل دي الطائرة دي هليكوبتر سرعتها بطيئة جدا، ما فيهاش تسليح راداري. على فكرة التسليح اللي فيها جو أرض، يعني دي تضرب أهداف أرضية فقط. يعني قلت لك طائرة هليكوبتر هتشترك مع طائرة فانتوم، هتقول لي يا فندم الموضوع محسوم، معركة خرسانة، ما فيهاش تسليح من الجو للجو أساسا، هيضربوا إزاي؟ لكن قدر يعرف إمكانيات طيارته بصورة محترفة وياخد وضع محترف، يستخدم التسليح الجو أرض جو جو ويسقط طيارة فانتوم. ما هو دول شباب برضو، ما هو دول مصريين. ما هو انت طيار الهليكوبتر لو انا قلت له هتقابل طياره فانتوم اقول لك انا معيش تسليح جو جو، هطلع اعمل ايه؟ انا طالع انتحر. ما هطلع اعمل ايه؟ خلاص الطياره هتتضرب، انا هموت شيء بس الطياره هتتضرب، هنفقد السلاح اللي في ايدينا. لكن ما حدش يأس، وقدر يستغل الموقف في ثانيتين ثلاثه، نقطه ضعف عند الفانتوم في نقطة قوة عند الهليكوبتر باستخدام محترف تسليح جو أرض يستخدمه جو جو ويوقع طيارة الفانتوم. هو دي روح أكتوبر اللي احنا كنا بنقول عليه، روح أكتوبر عشان نترجمها لفعل الإصرار والدافع حضرتك قلت عليه، والعلم إن أنا أدور على حلول غير تقليدية وأصر عليها عشان أوصل بيها لهدف. يمكن القصة دي حضرتك تحديدا الطيارة الهليكوبتر اللي قدرت أنها تسقط طيارة فانتوم، دي كانت إحدى النقاط أو إحدى القصص اللي توقف عندها بالمناسبة العالم. أيوة، في وقتها فهمي. لأنها كانت كان بالنسبة لهم زي ما حضرتك قلت، دي كانت بمثابة معجزة. واحد ما عندوش تسليح جو إيرتو إير أساسا، يعني كل تسليحه الصواريخ أنواع كتيرة، صواريخ الجو أرض ليها زاوية سقوط معينة ما تضربش إير تو إير. الموضوع محسوم لصالح الفانتوم. طيب سيادة اللواء، خلينا نبتدي من أصل الحكاية، لأن إحنا كنا في 67 كان في خسارة حصلت، وإحنا مش عاوز أقول خسارة لأن إحنا لم نحارب، يعني إحنا تم يعني تدمير القوات على الأرض قبل بداية المعركة. صحيح. من الأساس. وأنا قلت لك إن قوات الدفاع على الأرض لازم أحمي الطيارة. صحيح. إزاي تم رفع الكفاءة للمقاتل وأيضا للتجهيز والمعدات المصرية تحديدا المقاتلة؟ السلاح اللي كان في إيدينا هو اللي كان في إيدينا، ما تغيرش كتير. هما الميك 17 والميك 21 والسخوي والمي 8 والتيو 16، أنا بدي بس أمثلة للطيارات. طبعا التجهيز العالي لقواعد الجو والمطارات هو علم، علم تجهيز القوات الجويه وقواعد المطارات علم لازم اخد بيه ولازم احمي الطيارات على الارض. فالتجهيز ده على فكره ودفع ثمنه الشعب المصري، وكان في ازمات داخل مصر في كل مناحي الحياه بما فيها المواد الغذائيه، وكان المصطلح المهم جدا والشعار العالي لا صوت يعلو فوق صوت المعركه. صحيح. في ازمات في التموين وفي كل حاجه عشان نبقى بس ارجع لشكل المدنيين وكان تحملهم للازمات شكله ايه، عشان يعيد تسليح القوات المسلحة وبناء على سبيل المثال الدوشم والقواعد والمطرات وصواريخ الدفاع الجوي وكل المنظومة بالكامل عشان يحارب وينتصر. النصر ده شارك فيه المدنيين بتحملهم للأزمات العالية. تمام؟ وبالتالي تم تجهيز القواعد والمطرات والدوشم، تسليح الطائرات، تم تعديل بعض الطائرات وتعديل بعض التسليح اللي فيها بإيد مصرية علشان يعني يبقى كفاءتها وقدرتها التدميرية أعلى. والنقطة المهمة التدريب العالي المحترف وتنفيذه بإصرار شديد
بناء على علم عسكري صحيح ومحترم. عشان كده في هم فجوا، اسرائيل فجت، ده ايه اللي بيحصل؟ طائرات الجيل الاول والثاني والهليكوبتر بيسقط طائرات الجيل الثالث، فقرروا ان هم يضربوا القوات الجويه على الارض ويدمروا قواعد مطارات، يخرج القوات الجويه من بره المعركه ويقدر يبقى السماء قدامه مفتوحه يضرب القوات البريه والبحريه اللي ليها اوضاع متميزه على الارض، وبالتالي يحسم المعركه لصالحه من خلال الجو. طيب. على فكره ده علم غربي، يعني من اعظم كتب اللي الفت كتاب اجنبي اسمه ذا كوماندنج اوف ذا اير، يعني الانتصار من خلال الجو. يوم 14 اكتوبر ده خططوا تخطيط محترف، داخلين ب 180 طياره. المعركه كانت 180 طياره، لكن هم داخلين ب 120 طياره، اتصدوا ب 100 ب 60 طياره ميج 21. 120 طياره فانتوم داخلين بيدمروا قاعده جوية المطارات. اللي كان عندنا طائرات الجيل الثاني طلع، انا برضو نجيب على الشاشه الفانتوم والميج 21. انا برضو بحب اوري الصور واوري الحاجات. اهي فانتوم. الفانتوم اللي هي اللي تحت، الميج 21 طائره قتال اعتراض خفيفه ما فيهاش تسليح راداري خالص، هي فيها صاروخين جو جو، صاروخ حراري، وعلشان تضربه الصواريخ كانت في بدايتها، فعشان يتضرب الصاروخ لازم توفر شروط قاسيه جدا، منها ان الهدف اللي قدامك ماشي تقريبا في خط مستقيم، وده استحاله يحصل في اي معركه ان العدو اللي قدامك يمشي، ده بيعمل منورات حاده جدا عشان يتجنب اي صواريخ بتتضرب. وبالتالي لازم طيار الميج 21 يبقى شديد الاحتراف ويوفر وضع جوي ملائم منه، يبقى في لحظه ان الطياره اللي قدامه في وضع ما فيهاش مناوره عشان يضرب الصاروخ عشان يصيب الطياره اللي قدامه. فبرضه اللي يقرا المشهد 120 طياره فانتوم وسكاي هوك قصاد ميج 21، الموقف محسوم طبعا بالعقل، محسوم بالورق والقلم، بالعقل وبالعلم محسوم طبعا. لكن ان انا الاقي الميج 21 تسقط 17 طياره فانتوم قصاد اربع طيارات ميج 21 اللي خسرناهم وتفشل الضربه الجويه، ارجع تاني واقول لحضرتك نقص الامكانيات حافزا للابداع وليس معوقا للنجاح.